السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على ما يطلبه الطلبة مستمرين الحمد لله بهذه الفكرة الرائعة. كثير يعني طلبوا نحل مثال 5 ونناقشه بالكتاب بصفحة 20، وهو يمكن بداية الحل تاعت الكتاب كانت فيها يعني غلبة شوية على الطالب، عشان هيك قررت أنا أحله اليوم بطريقتين وناقش في الطريقتين هدول عناصر النجاح اللي حكيت عنهم: المعرفة والسرعة والدقة. سؤال بحكي لي مدفع، وأنا خليني بس هيك أوضع المعطيات قدامكم أفضل. مدفع ساكن كتلته، ما أعطي كتلته، هاي بالنسبة لي دائما يفترض إذا بسمع أنا الآن كلمة مدفع وبيجي وراها قذيفة أبدأ في مرحلة اسمها التسمية، يعني بدي أقول المدفع بدي أسميه إيه والقذيفة راح نسميها بي. فالآن أعطاني كتلة إيه وقال لي ساكن، والقذيفة أيضا راح تكون بالنسبة لنا ساكنة. في قذيفة كتلتها برضو معطيني الكتلة، لأنه في البداية بعملهم عبارة عن جسم واحد، يعني قبل عملية الإطلاق هم جسم واحد، بعدين بصير عندي ما يسمى انقسام. أطلقت القذيفة أفقيا بسرعة، طلعوا اللي طالع القذيفة، وهي أحد المشاكل اللي صارت بالسؤال. 1.2 × 10^2 باتجاه محور إكس الموجب، إذا هذا بالنسبة للاتجاه سرعة القذيفة فاينل، لأنه كانت في البداية ساكنة. الطلاب شو بيعملوا؟ بلقطوا هاي أطلقت القذيفة من المدفع، فكر سرعة المدفع، لأنه لقط آخر كلمة. لا هي أكيد القذيفة أطلقت من المدفع مش من دارنا يعني، ولا من الشارع، طالعة من المدفع، وبالتالي طالعة هيك هي. إذن هاي في البداية إحنا قذيفتنا عاملة على شكل قلب حب، طالعة من هون إلها سرعة نهاية، وفي البداية كانت سرعتها هي والمدفع ساكنات، فشو بعتبرهم؟ صفر. المطلوب ما يلي، طبعا سرعة المدفع ارتداد المدفع مش موجود، طالب مني الدفع الذي تؤثر به القذيفة في المدفع وسرعة ارتداد المدفع. يمكن أنا الآن كمعلم إذا ببدل فرع مكان فرع بخلي باء مكان ألف وألف مكان باء بيريحني مع الطلاب شوي، لكن الكتاب بيوصل رسالة أعمق من هيك، وخلينا نتناقش فيها على طول. أول شيء، ما طلب السؤال يجب ترجمته. الدفع رمزه هي الطريقة الأولى بالدحل عليها، الذي تؤثر به القذيفة، لازم أترجم القذيفة أخذت عند الرمز بي، هاي بي في المدفع. نطلع كيف بنقرأ عندي الموضوع، دفع القذيفة في، يعني دائما بينهم هنا في حرف الجر، القذيفة المؤثرة في المدفع، وممكن المدفع يأثر في القذيفة بأثر في بعض فعل ورد الفعل. لذلك في ملاحظة كثير مهمة اللي هي عملية اشتقاق القانون حفظ الزخم، كان بيعتمد على قانون نيوتن الثالث. فأنا الآن لو هيك بس أذكر الطلاب بمعلومة، بدأنا نحكي A اللي أثر على B هو نفسه B اللي أثر على A، بس سالب بينهم فعل ورد الفعل دائما متساويات مقدار متعاكسة اتجاه. طورنا الفكرة، ضربنا بالزمن، صار عندي الدفع A على B أو A في B يساوي دفع B في A مقدارا متعاكسة اتجاه، وأنا أعلم أنه الدفع هو أيضا التغير في الزخم، وبالتالي لازم أكون فاهم أنه متأثر عندي B، فA في B، B اللي تأثر فصار تغير في زخم B، بي أثر في A متأثر، إذا صار تغير في زخم A. يعني هاي فكرة كثير مهمة، ونعرف أنه هذا بنفك فاينل ناقص إنيشيال، وهذا بنفك فاينل ناقص إنيشيال. طيب الطريقة الأولى اللي أنا مشيت فيها، مشيت عادي وأنا بعرف هيني كتبت الدفع هو نفسه التغير في الزخم. طبعا إحنا بعدين بس فكينا هاي وعدنا ترتيبهم، حصلنا على أنه مجموع الزخم الكلي قبل يساوي مجموع الزخم الكلي بعد، اللي هذا بالنسبة لي مفتاح حل بستفيد منه بالطريقة هاي. لو بطلع لي أحكيه بعد شوية، زخم A زائد زخم B قبل يساوي زخم A زائد زخم B بعد، وبالتالي مباشرة مين المتأثر؟ طلب في مين؟ في المدفع، فمباشرة بقول هاي في هون A. أنا بحكي عن طريقة الطالب الأول اللي فكر بكل بساطة، فك هاي B A final ناقص B A initial. طبعا هو يعلم انه في البداية فيش سرعة كانت، وبالتالي هذا يسقط الحد، وفك هاي كتلة A مع في سرعة A فاينل مش مع، اعطاها سنعود جماعة سبيستون.
وقف فكر، صح ما هو الزخم الكلي قبل يساوي الزخم الكلي بعد، وبالتالي احنا بنحكي هيك بلغتنا بالمزح، مصاري عفق زائد مصاري عفق تساوي مصاري عفق زائد مصاري عفق. وببدأ بطريقة حلوة تعودت الطلاب عليها، يروحوا ييجوا هيك طلعوا A A B B A A B B، وبعدين برجع رجوع Final Final Initial Initial. أنا بحب أكتب الديكور العام من أعلى منه لحد اليسار ساقط كامل، يعني هذا كله أصلا من البداية صفر صفر وصفر، صفر كبير بنقوله من المزح. المبدأ أنه كانوا جسم واحد وكان ساكن، بما أنه كان ساكن من السؤال ورد في البداية مدفع ساكن، إذن يسقط الحد في الشي زخم كلي قبل. بعد بعوض كتلة A معي 100%، 2 بعشرة قوة 3، عندي سرعة A الفاينل بدي إياها، زائد كتلة المدفع 50 في 1 و2 في 10 قوة 2. لو نقلت على الجهة الثانية الحد -2 × 10^3 بسرعة الفاينل لA، بعطيني هنا 50 × 1 و2، لو هاي قسمناها على 10 60 × 10^2. ولو أنا شلت الصفر من هان بصير هاي 3، يعني صارت هيك مباشرة قسمت على المعامل الموجود أمامي على طرفي المعادلة، وأمورنا في السليم 100%. طلع جماعة الخير، هذا الطالب الأول راح طلع سرعة الفاينل لA وطلعت معه بس اختصر -3 متر لكل ثانية، والسالب مقنع لأنه معناته بالنسبة له هو بيقدر يحكي بالنسبة لي هذا معناته 3 متر لكل ثانية نحو محور X السالب. الفكرة الفعل ورد الفعل، بما أنه القذيفة تحركت على X الموجب، هذا بالنسبة لي مبدأ لازم يكون موجود، هاي بي أكيد المدفع لازم يكون ارتداده بالعكس بالطريقة هاي على إكس السالب. عدنا ورجع الكتلة معاي معاي 2 × 10^3، والسرعة معاي حسبناها كم -3، وعادي الدفع يطلع سالب طبعا عادي لأنه صار اتجاه الدفع على محور إكس السالب، -6 × 10^3، وحدة قياسه نيوتن في ثانية أو كيلوغرام متر لكل ثانية اللي بدكم إياه. لاحظوا الجواب اللي أنا جاوبته مش نفس جواب الكتاب، يعني الكتاب مشى على إشي وأنا مشيت على إشي، بس خلينا نشوفه بالله مع بعض. طلع الكتاب شو عمل، حل على الطريقة الثانية، وأنا مع الكتاب هسا بحكي لكم ليش. هاي الطريقة اللي كتب فيها أتوقع هي اللي يعني عجقت الطلاب شوية، فياريت نفهم شو كان الكتاب بده يوصل. رسالة رسالة واضحة جدا، وأنا بحكي عنهم دائما عناصري ما بستغني عنهم، المعرفة والسرعة والدقة، هاي المعرفة موجودة عند الكل. الفكرة أنا بخاف على الطالب يضيع وقت هون، يعني صار في مشكلة بالسرعة بالوقت، وبخاف عليه يطلع إشي غلط، يعني لاحظوا عند المشكلة الأولى هون والمشكلة الثانية هون، فممكن يطلع رقم غلط ويستفيد من الغلط على غلط يطلع كل حله غلط. وممكن طالب مثلا ضيع وقته في إشي بسميه التحقق، بقول لطلاب الله دائما بس تخلص هذا ارجع عوضه هان، عوضه صفر مع العداد يسار صفر يمين صفر، اعرف انه حلك صح بعدين ارجع. يعني برضو ممكن انه انا اتجاوز عنصر الدقة بس يضل في عندي مشكلة بالسرعة، لكن الطريقة تاعت الكتاب بصراحة هي هاي الاسرع والادق. عشان هيك انا الان اذا بفكر العام القادم بصراحة ما راح احط الفرع الثاني، مش راح اطلبه، راح أعلم الطلاب طريقتين، أقول لهم أنت بتقدر تحل هيك وتطول وهي الجواب بيطلع صح 100% نتأكد منه. طبعا هنا وحدة القياس البديلة أنت فاهم علي، والإشارة سالب نفس الكلام، واللي بدي إياه فقط لا غير نشوف كيف طريقة حل الكتاب، بس خلينا نحلها مع بعض ونرجع له بعد شوية. طلعوا الكتاب يقول الطالب أنت بس مشيت تطلع دفع بي في اي انقطعت، حسيت انه في عندك مجهول هون، يعني انت ما استفدتش من هاي العلاقة. شو رايك نحكي دفع بي في اي قذيف في المدفع هو نفسه دفع المدفع اللي اثر في القذيف مقدارا ويعكس اتجاها، مزبوط؟ مزبوط. طيب واجي اقول هيو افتح قوس واقول دفع هو التغير في الزخم اللي حادث للمتأثر هون، مين هو بي؟ حلو. واجي احكي بي فاينل ناقص بي إنيشيال، طبعا قاعد بدرس لبي،
وبرضو هذا في البداية كان ساكن. لاحظوا بدأ العمق الآن بده يوصل إلى الكتاب، إنه أنا الآن أستخدم أرقام من نفس السؤال، كتلة بي في سرعة الفانيلا بي، طبعا ناقص صفر خلصنا. يفترض الآن لو أجيت عوضت كتلة بي معاي 50 وسرعة بي من السؤال معطيني إياها 1 × 10^2 بيطلع معي هون سالب، برضو هاي لو عملناها على 10 شلناها هيك 60 × 10^2 اللي بقدر أحكي عنها سالب 6 × 10^3 نيوتن في الثانية أو كيلوغرام متر لكل ثانية بدكم إياه. طلع على الإجابتين نفس الإشي، يعني بالنهاية هيني طلع الدفع القذيفي في المدفع، وهيني بالنهاية هون طلع الدفع القذيفي في المدفع. هاي صح وهاي صح، بس في نظري الطريقة اللي سلكها الكتاب الأفضل، لأنه سرعة لاحظوا ودقة، بس لازمها معرفة من الطالب. شو المعرفة؟ المعرفة تحكي نيوتن الثالث علمني أنه دفع بي اللي أثر في A هو نفسه دفع A اللي أثر في بي، بس بينه إشارة إيش؟ سالب. وإن شاء الله يكون واضح هذا الإشي وهيك وضحت فكرة الحل، ولكم الخيار. وشكرا للناس اللي تدعمني بالتعليقات سبقا، يعني أنا صاحي من الصبح بدري نفسي أعمل فيديو، ونفسي ظل مستمر بالنشاط هذا من وراء تعليقات الطلاب ودعمكم إلي. وشكرا لكل من يحفز طالب زميل له، ويحفز معلم، ويعزز من حوله. بستنى منكم تعليقات حلوة، ومستمرين إن شاء الله بما يطلبه الطلبة. بابا نام وخلص الكلام.